في كتير طرق وفي الحياة وفيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بقلم وديك، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. الطريق 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 الطريق. أحبنا مشاهدينا قناة الطريق، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم درجة تغيير. أحبائي، الله خلق الإنسان ليطيعه، لكن للأسف آدم قصر هذه الوصايا، وصية الله، ومن وقتها قرر الله أن يأتي على الأرض ويصير كإنسان مثلنا. الله ظهر في الجسد وأطاع وأخذ صورة عبد صائراً في شبه الناس، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يسوع هو مثالنا، مثالنا في إنسانيته. تعلم تأثير الطاعة التامة للآب على الصليب، أصبح مطيعا للآب حتى في أصعب الأوقات في حياته، لكنه لم يستسلم وخضع تماما لمشيئة الآب حتى الموت، لغرض أن يغفر لنا ذنوبنا ويعطينا الحياة الأبدية، يعطينا الحياة الأبدية. كل ذلك يا أحبائي بدافع الحب، حب أننا لا نموت إلى الأبد. كمان أحبائي الشباب والشابات في كل مكان، الطاعة كلمة هادئة جميلة قوي، هادية، وكلنا نحب قوي نسمع كلمة الطاعة. الطاعة مريحة، كلمة مريحة قوي، لكن كمان طاعة الله، طاعة الله علاقة جميلة جميلة بينه وبين إلهي. أحبائي وأصدقائي الشباب المؤمنين، اسمهم الحقيقي أولاد الطاعة. كأولاد الطاعة، يقول كده في كلمة الله، كأولاد الطاعة لا تشابهوا هذا الدهر، عكس الأشرار يسمون أبناء المعصية. وهو أمر من الله، الطاعة أمر من الله، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. طبعا واضح قوي اللي احنا من تعريف المقدمة اللي احنا هنتكلم عن حياة الطاعة في الرب، حياة الطاعة في الرب. لكن هنتحاور النهاردة وفي هذا الموضوع مع مجموعة من شباب وشابات معنا في الاستديو، وسعيدة لأقدم خادم الرب المتكلم باسم عادل. أهلا بك باسم. أهلا بك، سعداء جدا بوجودك. رب يباركك. أهلا، وسعيدة لأقدم مرة تاني صالي. أهلا بك صالي. أهلا بك، سعداء جدا بوجودك. وأيضا أقدم شابة من شباب جامعة كارين عادل. أهلا بك كارين.
الرب يباركك. كمان سعيدة لأقدم شابة من شابات جامعة، جوستينا جرجس. أهلا بك يا جوستينا. أهلا، مبسوطة جدا أكون معاكم النهاردة. وإحنا كمان أسعد حقيقي. شباب وشابات عايزة أقول زي الفل بجد، يعني قد الواحد بيفرح قوي لما بنلاقي شباب وشابات بيفكروا في الرب في وسط الجيل اللي احنا فيه ده، الجيل المعوج. قد ايه فعلا بيعرفوا يدوا حقوق الرب ووقت للرب. الرب يبارككم، رب يبارككم. لكن احب قبل ما نقدم اي حاجه، احب قوي صالي، can you pray before the message please? Yes, yes. Yeah, go ahead. God, we thank you, God, because we can come together like this and talk about such an important topic. God, how to obey you, how to listen to you, how to trust you. God, I pray, Lord, that we not only here learn how to do it, Lord, but everybody watching and everybody that's even near us, God, would learn more, a little bit more about how to obey you and how to have the desire to obey you and how to love you to the point where obedience becomes natural, God. So would you bless our spirit, God, and bless everyone watching. We thank you and give all glory to you, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 كمان باسم، احب حضرتك تصلي لنا بالعافيه. يا ابونا السماوي، نشكرك لاجل محضرك، لاجل وجودنا يا رب في هذا المكان، لاجل رب بركه عظيمه جدا بتديها لنا ان احنا نقعد ونتعلم من شخصك ومن كتابك. رب بصلي لاجل كل واحد بيشاهدنا النهارده، بصلي لاجل جلستنا انها تكون بالروح القدس، تكون بتلمس احتياج كل واحد. يا رب تعالى وعلمنا يعني ايه نطيعك، تعالى يا رب ودخلنا لعمق جديد في حياه الطاعه مع شخصك. بصلي في اسم يسوع كل كلمه تكون منقاده بالروح القدس وتصل وتغير وتاتي بثمر لكل المجد. امين امين امين. مره ثانيه سعداء بوجودكم. النهارده الرب حقيقي على قلبه كلمه هيقولها لشباب وشابات في كل مكان. اولا احنا كمان، انا شعره بوجودي من يعني شعره كده جوايا، وجود الرب ماليني قوي في الحته دي، قد ايه الرب كلمني من خلال ما احنا بنفكر في الموضوع، وكأن الرب بيقول لي انت كمان محتاجه الطاعه دي، مش بس اللي بيشاهدونا، لكن احنا كمان محتاجين نكون بنطيع الرب من كل قلبنا. عشان كده كان في حرب شرسه قوي، لكن بشكر الرب لاجل النصره اللي احنا فيها. عشان كده دايما في الحرب في نصره وفي حاجه الرب عايز يعملها، وانا واثقه ان الرب النهارده على قلبه ناس كتير قوي للموضوع ده يغيرهم. وانا عندي ايمان كده ان في نفوس النهارده الرب هيتعامل معاها وهيتغيروا لدرجه تغيير. امين. طيب باسم، لما بنقول الطاعه، طاعه كلمه جميله وهاديه ورائعه قوي، لكن في الزمن ده في حد بيطيع؟ يعني كتير قوي بيقولوا بنسمع لكن يعني العمل صعب قوي. هو الطاعه تحدي كبير قوي من زمان. الرب لما خلق ادم وحواء، ويمكن انت شاركتي المقدمه دي يا اخت حنان، ان كان الرب كان ليه رؤيه معينه انه يخلق الانسان علشان يعيش معاه في جنه عدن، عشان يتفاعل ويتكلم معاه، ونتيجه التفاعل والتكلم ده الانسان يكون بيوافق على اراده الله ويكون مقتنع ان مشيئه الله دي هي صالحه ليه، وعلى الاساس ده يبتدي يحدد يطيع الرب ولا لا. فيجد من بمنتهى البساطة ان هو لو عرف ان مشيئة الرب الصالحة دي هتتحقق بطاعته هيطيع الرب. فمنتهى البساطة لو عايزين نعرف كلمة طاعة او obedience زي ما احنا بنقول بالانجليش، طاعة هي ان انا اعرف مشيئة الله اللي هو عملها ليا والخطة اللي هو عملها ليا، واسلك فيها بحسب الرؤية بتاعته. واعتقد دي يعني مشغول بيها كل الناس، كل الناس نفسها فيها، لكن زي ما انت قلتي مش كلنا بنعمل كده. ايوه، وده تحدي كبير، وبتبقى فعلا يعني بيبقى فيه فعلا زي ما انت بتقول تحدي، تحدي كبير، تحدي بالزبط. كبير قوي. يا طب عايزين نسمع من صولي. Obedience. See, Basim said you need to know what God wants you to do. You need to know his will. And that's what obedience is in the Bible. It's the word listen or hear or observe. When we read it in the Old Testament, every time God wants his people to listen to him, he says, listen, O Israel, or hear, O Israel, or hear, Moses, hear, David, hear whoever he's talking to.
And when he's saying that, it's because he's always following with observe. And when basically is when you observe something, you obey it. And so if God is telling you, I want you to observe these commandments, I want you to observe these things that we believe and that we follow as Christians, yes, it means because he wants us to obey it. That's what obedience is. It's knowing exactly what his word is and knowing what his will is. And the next step is taking the step of obedience. Yes, yes. I'd like to hear from Karen. تفضلي يا Karen. أنا لما بفكر في الكلمة دي بفكر لما أنت بتحب حد قوي أنت عايز تعمل اللي هم عايزينه فأنت بتحب ربنا قوي عشان بتقعد معاه كتير وعايز تعيش له فاللي ربنا بيقول لك إن هو عايزه أنت عايز تعمله عشان تبسطه فهي مش حاجة عشان هو أمر بس عشان أنت عايز تبسطه أمين جوستينا تفضلي الطاعة موجودة في الكتاب كذا مرة يعني الرب كلم زي ما صالي كان بيشارك لما بيقول لهم listen أو اسمعوا فجات في الكتاب كذا مرة والطاعة بحسها اللي هي ليها كمان يعني بتتربط مع الإيمان ساعات أنا مش بطيع علشان مش شايف الحاجة دي فمش بطيع لكن هي ما الطاعة محتاجة إيمان كمان معاها لأن أنا ممكن أقول للرب لا أنا مش هطيع عشان مش شايف اللي قدامي لكن الطاعة والإيمان مرتبطين ببعض فأنا علشان والطاعة اللي أنا أسمع وأحط صوت الرب قبل صوتي والرب عاوزه قبل من اللي أنا عاوزاه فهي دي الطاعة يس يس رائع قوي أنا كمان كاتبة حاجة كده الطاعة الطاعة هي تنفيذ كل ما يطلبه قريبة أو من اللي صالي قال كل ما يطلبه الرب كمان بطريقة الرب وفي وقت الرب وفي وقته هو مش وقتي أنا ولا بطريقتي أنا لكن بطريقة الرب وكل ما يقول لي عليه الرب هنفتح مع بعض أكتر وأكيد هنتكلم ونتحاور أكتر وهنوضح قوي هنوضح المعطلات هنوضح الطاعة الحقيقية وهنوضح كمان شخصيات من الكتاب المقدس أطاعوا وطبعا زي ما صالي وجوستينا بيقولوا ان فعلا كتير قوي رب يسوع كلم ناس في الكتاب المقدس listen اسمعني بليز وفي ناس سمعته وفي ناس تكاسلت عن الطاعة وفي ناس أجلت الطاعة هنتكلم مع بعض نبتدي بمين احنا بنتحور يعني أنا بس عجبني كلمة قالتها كارين لما بتقول انا ببقى مبسوط ان انا اطيع انا فعلا. عجبتني قوي مبسوط دي مبسوط دي مكتوبة باللغة العربية ازاي بقى مزمور 40 يتكلم الرب يسوع للاب السماوي في المزمور ده يقول ايه يقول حينئذ قلت هذا جئت بدرج الكتاب مكتوبا عني عدد 8 يقول أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت سررت يعني أيوة بسرور يعني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي ففعلا أنا لما بعمل المشيئة مش بعملها وأنا مجبر أنا مش بطيع غصبا عني لكن أنا بطيع وأنا مبسوط أنا مبسوط يا رب أن أنا ببسطك وبسعدك فلفت نظري الكلمة دي ماشية قوي مع المبدأ الكتابي اللي يقوله لنا الكتاب في مزمور 40 ورب يسوع نفسه يقوله للآب السماوي أن أفعل مشيئتك يا إلهي سر طبعا إحنا مش مطالبين إن إحنا نعمل المشيئة وبس لا نعمل المشيئة وإحنا نكون مبسوطين يس يس مشيئتك سرت كمان في نفس المزمور فعلا شدتني أوي الحتة دي اللي قالتها كارين وعجبتني فعلا عشان رب يبقى هو راضي ومبسوط في عدد 6 برضو في نفس المزمور باسم بيقول كده بذبيحة وتقدمة لم تصر أذني فتحت محرقة وذبيحة خطية لم تطلب يعني الرب مش طالب مني ذبائح وعبادة لكن طالب مني الأول طاعة لسن بالزبط. أسمع الرب يفتح النهاردة مش ما نسدهاش ساعات بنقفل دي ونسمع كلام كتير قوي
زي دلوقتي مثلا في حلقة زي كده الرب مرتبها ليك وليكي، زي ما بروح الكنيسة ممكن أطلع هو كانت الوعظة على إيه؟ نسيت، ومع إن الرب بيتكلم وكان بيتكلم ليا. لكن هو رب كلمك؟ آه رب بيكلمني. أحيانا أنا بروح الكنيسة ليه؟ عشان الرب هيكلمني هيديني مسج. فأحيانا أنا بطلع مش فاكرة أصلا هو قال إيه الخادم، مع إن الرب نفسه كلمك، هو كلمك، لكن أنا قافلة ودني وقافلة، يعني مش قادرة أسمع صوت الرب، مش يعني ما عنديش طاعة في حضور الرب في حياتي. طيب عشان ما ناخدش الوقت كله لكن هنسمع مع بعض شخصيات من الكتاب المقدس. مين جاهز؟ الشباب بقى الأول. الشباب كلنا شباب، إيه رأيك بس؟ تفضل تفضل صالي. Okay, well, go ahead. Actually, I have a verse about listening. So let me read it really quick. Go ahead. In Deuteronomy, it says, "Hear, O Israel, the Lord God is one." And the verse before, it actually says, "Therefore hear, O Israel, and be careful to observe it, that it may be well with you." And before obedience, there's always the listening. Always. You don't know what you're going to obey until you actually hear what you need to obey. And like what Karen was saying is when you obey, you do it out of joy because you want to obey. Yes, and yes. In this verse, it says you obey so that what is good will come to you. It says right here, I'll read it again. Be careful to observe it that it may be well with you. And we see in the Bible with Israel, every single time they didn't obey, something went against them. Something always had to get in the way, and God wanted them to obey for them. God doesn't want us to obey for him. He's good on his own. He's safe. He's a good guy. He's amazing. Everything's perfect about him. We obey God because we need to obey God. Yes, يعني انا موافق على الفكرة دي قوي كمان. صلي لفت نظرنا الحاجة ان انا لما بوافق على او بطيع الله ده بيخليني امشي في المشيئة بتاعته. دي حقيقة. في الخطة بتاعته. دي حقيقة. فلما بمشي في الخطة بتاعته ده لمصلحتي انا. يس يس. بالظبط. يعني ده الكلام اللي كان بيتقال. مش حاجة هو الرب بيفرضها يعني لو يدراع، لكن بكل سرور وبكل فرح انا بطيع الرب. وكمان دي حاجة لمصلحتي، لان هو عارف ايه اللي بعد كده هيحصل، لانه افكار الرب تعلو عن افكارنا. فهو عارف مصلحتي فين، هو بيخاف عليا قوي، هو بيحبني قوي، هو مش قصده يكهرني وانا اطيعه ما بقاش ليا، وده اللي هنتكلم فيه برضو في سؤال مهم قوي. لكن احب كمان نسمع من كارين. كويت في تكوين 12 عدد 1 هقرا بالانجلش وممكن تقول بالعربي yes. بعد كده بيقول Now the Lord has said to Abraham, Get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. وبعد كده في عدد 2 ممكن تقريها. وقال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. بس وبعد كده في عدد 2 مش بيقول له إيه الأرض دي. في عدد 2 بيكمل كلام. فهو بس عدد 1 راح قال له أنا عايزك تسيب بلدك وأنا هوريك، بس ما قالوش هيوريه فين. وبعد كده بنشوف إنه إبراهيم فعلا عمل كده، ساب كل حاجة، ساب كل حاجة عنده، ساب أصحابه، ساب بلده، وسمع كلام ربنا، علشان هو عارف إنه ربنا عنده بلان تانية. زي ما باسم كان بيقول في يعني دي مصلحتك، في حاجة تانية أنا عارفها، بس إبراهيم ما كانش عارف وبرضو سمع كلام ربنا. حاجة جميلة قوي، يعني حاجة كده مجهولة. يعني برضو حاجة يعني بس أطاع. بس كتير قوي باسم لما ربنا بيقول كده في كتير ناس يقولوا طب عرفني الأول، طب قول لي الاول، طب نتفاهم. خلينا نشوف كاتب رساله عبرانيين قال ايه على تكوين 12. اتفضل. عبرانيين 11 وعدد 8 يقول كده، كاتب رساله عبرانيين عن ابطال الايمان ويمسك ابراهيم ويقول عنه جمله اللي بتقولها كانت في تكوين 12.
بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع. أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لم لا يعلم إلى يس. أين يأتي. هي دي سر الطاعة بتاعت إبراهيم. أنا ماشي لأن أنت قلت لي، مش مهم اللي جاي شكله إيه، لكن أنا متأكد أنه كويس لأن أنت اللي ضمنه وأنت اللي قلت لي عليه. فهو كان خارج بالضبط، هو مش شايف. فعشان كده بيقول بالإيمان إبراهيم لما دعي قطع. وأرجع لجوستينا لما قالت أيوة إن في علاقة بين الإيمان ومرتبطة والطاعة، الاتنين مرتبطين بالضبط ببعض جدا جدا. دي حاجة مهمة قوي، الإيمان مش بالعيان، يعني العيان الواقع يقول حاجة لكن الإيمان يقول حاجة تانية. فهو عشان عنده إيمان مش باصص للواقع، لكن مصدق إن الرب ده ضامن مشوار بكرة إيه. وده مهم قوي في حياة الطاعة، الإيمان. الإيمان so important قوي. Yeah. طيب يعني رائع قوي، يعني حقيقي. بس كان المشوار صعب قوي، يعني وداه بين أور الكلدانيين، وبعدين إلى حران، وبعدين إلى كنعان، نزلوا مصر، وبعدين نزلوا مصر. بشوف إن مكلف قوي الأمر، لكنه أطاع. متعب قوي ومشوار سخن قوي، لكنه أطاع. أطاع لأن بيحب الرب، وواثق إن الرب الأكتر بقى إن هو واثق إن الرب بيحبه. ما أنا لما أثق طب ماشي، أنا بحب الرب، طب هو الرب بيحبني؟ ده أكيد بيحبني قوي، ده أكيد يعني مهتم بيه قوي، مش عشان بيقول لي كده، لا، ده زي ما قال ده لمصلحتي، دي حاجة لمصلحتي وبكل سرور بكل فرح. طيب أنا بشوف الراجل ده رائع قوي، إبراهيم. ودايما لما نيجي بقصة، لما بنيجي بموضوع الطاعة باسم جوستينا، لما بنيجي بموضوع طاعة دايما نتذكر إبراهيم. يعني ممكن تكلمينا أكتر عن إبراهيم؟ ممكن طبعا. تفضلي. أنا حاسة يعني إحنا ما ينفعش نتكلم عن الطاعة من غير ما نتكلم عن إحنا مصدقين في ربنا، ودي حياة إبراهيم كلها. يعني في الأول بدأت كده، يعني أنا بالنسبة لي، أنا لو حد قال لي يلا نخرج، أنا محتاجة أعمل جدول للخروج، محتاجة أعرف أوكي فين الساعة كام، هتاخدنا كم ساعة عشان نوصل هناك. إبراهيم ساب كل حاجة ومشي، وبعد كده علشان صدق في كل حاجة ربنا قال له عليها، وعلشان سمع كلام ربنا، بنشوف كل الحاجات اللي إبراهيم اتعلمها، وقد إيه قرب من ربنا، وقد إيه ربنا استخدمه في حاجات كتير قوي. هنرجع تاني لإبراهيم، لأن هنرجع تاني في نقطة تانية جوهرية قوي انت هتقوليها أكيد. لكن أحب أسمع كمان من جوستينا، عجبني قوي باسم كمان فكرني بحتة انت قلتيها، الطاعة مرتبطة بالإيمان. حجر، بتشوفي مين في شخصية في الكتاب المقدس؟ لو بصينا على شخصية نوح، لما الرب قال له أنا عاوزك تبني فلك لأن في طوفان جاي، فهو طبعا في يعني لو أي حد برضو سمع حاجة زي كده في طوفان، ما فيش حاجة، ده يعني ده الناس هتضحك عليا، الناس هتقول إيه المجنون ده، لكن هو برضو كان عنده إيمان وبنى الفلك وطاع صوت الرب مهما الناس كلمت عليه، مهما قعدوا يقولوا ايه الراجل المجنون ده، بنى الفلك وسمع صوت الرب، لان قاله لان كان قريب قوي من الرب، وكان عارف ان الرب برضو ليه قصد حلو وكان هيحميه، وده اللي حصل. عيلته ونوح كانوا تحت حماية الرب في الفلك ده، عشان نوح قرر اللي هو يسمع ويطيع. ساعات كتير الرب بيجي يقول لنا حاجات واحنا بنبقى زي embarrassed، الناس هتقول علينا ايه لو انا عملت كده، طب شكلي قدام الناس، طب لو عملت ده، طب هيقولوا ايه عليا. لكن نوح ما فكرش في نفسه الاول، ولا فكر الناس هتقول ايه، فكر الاول اللي هو برضو يطيع بفرح ويطيع بايمان. ف يعني بتعجبني قوي الحته دي، اللي هو ما همهوش الناس، حتى لما الناس قعدت to make fun of him، هو ما سمعش، سمع صوت الرب اول وطاعه هو الاول فوق كل حاجه تانية.
يعني انا عارفه ان الناس كانوا بيقولوا عليه الراجل ده اتجنن، انت مجنون، انت بتعمل ايه؟ كان ممكن يقول ايه ده، هو انا ممكن يراجع نفسه ويقول الناس ده الناس بيقولوا عليا مجنون، طب خلاص بقى اوقف. لا، هو كان مستمر واطاع استمراريه، اطاع الرب بالرغم اللي حواليه بيقولوا له ايه. ودي حته جوهريه قوي، انا هطيع الرب حتى لو اللي حواليا بيقولوا مش حاجه واقعيه، حاجه مجنونه. لا، هو عارف الرب بيعمل ايه. الحته اللي برضه مرتبطه الطاعه بالايمان، اللي هو عنده ايمان بالكلام اللي الرب بيقول عليه. ففعلا اللي حصل ان هو بنى الفلك ده، وهم ما فيش حد تاني دخل الفلك الا مراته واولاده ومراتات ولاده، وحتى سوري يعني الحيوانات دخلت. يعني صعب قوي، يعني ربنا انقذ كل ما عند نوح لانهم اطاعوا، لانهم اطاعوا. حتى يعني بشوف باسم كارن صالي، بشوف ان في الحته دي مهمه قوي، بشوف ان ما كانش يعني من عائله نوح اللي هو ولاده مراتاته ما عطلوش، هم ماشيين تبع موجب امر الرب اللي قالوا عليه. فبالتالي هم كمان نجوا ودخلوا وصدقوا ودخلوا الفلك. لكن اللي ما قطعوش صوت الرب الطوفان جه وماتوا. فبشوف ان الطاعه مهمه قوي في حياتنا، الطاعه مهمه في حياتنا، كمان بتنقذني من امور صعبه ممكن تحصل لي، لان الله اولا واخيرا عمر ما هيديني فكره او هيديني امر اطيعه فيه هيذلني او يتعبني فيه، بالعكس. لكن لما اطيع امر الرب يبقى حاجه جميله قوي. طيب عشان في باسم اتفضل. انا بعجبني قوي ابراهيم بتاع العهد الجديد، في ابراهيم في العهد الجديد. ابراهيم العهد الجديد ده هو متى، ماثيو. متى ده كان قاعد يقول الكتاب عند مكان الجبايه، هو شغلته عشار. فتعالوا نتخيل مع بعض واحد قاعد في الشغل بتاعه ومسؤول عن خزنه كبيره، والخزنه دي مليانه فلوس والخزنه مفتوحه، ووقت ما الرب عدى عليه كان بيحاسب الناس بياخد فلوس وبيديهم ايصالات وبيديهم ورق وياخد صكوك ويشيل ويحاسبهم، وقاعد بيتكلم معاهم والخزنه مليانه فلوس. وكل واحد معدي على متى وهو بيشوف الفلوس يقول يا امتى متى بس يستأذن شويه ويقوم وانا اخد الايه الفلوس كلها. كان الموضوع فيه ريسك كبير قوي ان متى يطيع. لكن يقول الكتاب ان الرب مره عليه وقال له كلمه واحده بس، اتبعني. فيقول كده انه ترك كل حاجه، ساب كل حاجه. طب قول له بعد اذنك يا رب انا اروح الاول للرئيس بتاعي واسلمه الفلوس. طيب انا هروح احاسب الدوله الرومانيه لان ده انا ممكن اخد سجن وتعمل لي مشكله. طب الناس ممكن تسرق كل حاجه. مجرد ما لما دعية قطع. عشان كده انا بتخيل متى ده هو ابراهيم العهد الجديد. وكذلك التلاميذ. التلاميذ يقول تركوا كل شيء، شباك ابوهم كل حاجه وتابعوه. بس الرب حط تحدي مره، واحد جه وقال له كده، قال له انا عايز اتبعك. قال له عشان تتبعني لازم تطعني. هو ما قالهاش لكن فهمها كده من سياق الحديث. قال له اطيعك ازاي؟ قال له انا النظام بتاعي ان ماليش مكان اسند راسي. الثعالب ليهم مكان، الطيور السماء ليهم مكان، لكن انا ماليش مكان. تقبل بالشرط ده؟ ما اقدرش اطيعك، صعب قوي، انا ما اقدرش. راح له بعد كده واحد وقال له اعمل ايه عشان ارث الحياه الابديه، وهكذا. الرب كان دايما بيحط شرط عشان تاخد الحياه الابديه، عشان تتبعنا، عشان تبقى تلميذ ليا، طاعه. شكرا، الطاعه مهمه جدا. في ملاخي الاصحاح الاول، سفر ملاخي اخر اسفار العهد القديم وعدد 6، يقول كده الرب وهو زعلان قوي للشعب، وهو صعبان عليه قوي ان محدش بيطيعه من الشعب. يقول الابن يكرم اباه والعبد يكرم سيده، فان كنت انا ابا فاين كرامتي، وان كنت سيدا فاين هيبتي. يعني انتوا مشكلتكم ان انتوا مش بتطيعوني. فانا عايز اقول لكل واحد، لو رب يكلمك، لو صوت الرب ليك النهارده وانت مش بتطيعه،
انت مش بتدي كرامه للرب. معلش هي الكلمه صعبه شويه. لكن ده الكتاب بيقول كده. بيقول ان انا بضيع كرامه الرب، يعني ابوك الارضي بتدي له كرامه انك بتسمع كلامه، ما تجيش بعد الساعه 11 بالليل، ما تتاخرش بره، بلتزم واجي. طب الرب بقى لما بيقول كلمه، هو ده التحدي اللي قدامنا النهارده. اخبار الطاعه بتاعتنا ايه؟ الرب عايزنا نطيعه، وهو الاول حقيقي، هو فوق، هو فوق الكل يعني. بالظبط بالظبط. فكرتني بحاجة وانت بتتكلم كده عن متى وعن التلاميذ لما أطاعوا الرب، فكرتني كمان بالشاب الغني. الشاب الغني بيقول له أنا حافظ الوصايا وبطيع الوصايا دي وحافظها من وأنا يعني حدثتي، من حدثتي. لكن أول لما الرب بيمتحنه في موقف كده وعايز يشوفه هيطيعه ولا لأ، راح قال له طيب اترك كل شيء والمال بتاعك وكله. هو كان شاب غني قوي بس رفض، ما قطعش الرب بسبب المادة الفلوس. هو كان زي أموال كثيرة فكان بيحب الفلوس، ما تركهاش، مسك فيها كلبشها، قال لا معلش. دي حاجة برضو من الحاجات اللي بتعطل الطاعة، اللي أنا بحب حاجة والحاجة دي أنا ما أقدرش أسيبها. الحاجة دي يعني لا بص يا رب أنا هطيعك في كل حاجة ما عدا دي، يعني بص خليها دي الحتة ليا أنا. وده اللي الرب مش بيبقى مسرور. الرب مش عايز ذبيحة زي ما احنا قلنا، لكن عايزنا طائعين. بالعكس، ده أنا همشي مع الرب وأنا مرفوعة الراس، وأنا وأنت شخصك مرفوع الراس، وأنت شخص حضرتك أختي الفاضلة أو صديقتي الفاضلة برضو مرفوعة الراس، ومش هيحوجك شيء ابدا ابدا ابدا. وده بيفكرني قوي بواحده امراه شنوميه، المراه الشنوميه اللي هي ما كانش عندها الا نقطتين زيت في البيت كله، يعني حبه زيت صغيره قوي، لكنه الرب شبعها وملأها عشان بس طاعت الله. رب يعني هو اللي بيمشي معاك كمان، مش بس بتقول له اترك كل شيء، لا ده هو هيملاك امور مش هيحوجك، مش هيحوجك، مش هيخليك محتاجة حاجة. وبعدين صدقت وأطاعت رجل الله وراحت قال لها كمان روحي استعيري. ما كانت الفكرة مجنونة قوي، إذا استعير إيه في نقطتين زيت دول؟ أنا أطيعك إزاي يعني؟ الواقع ما بيقولش كده يا عم، ده نقطتين زيت يعني هيزيدوا إزاي دول؟ في حقيقة هي أطاعت لأن كان عندها إيمان إن الرب هيصنع معجزة. ده معجزة، ده رجل الله بيكلمني، ده الله بيكلمني، يبقى أنا لازم أطيع. عمره ما هيأذيني، عمره ما هيذلني، عمره ما هيحوجني، عمري ما هيعمل حاجة فيا ضرر، أنا هطيعه. وفعلا طاعت وبعتت ابنها يجيب من الجيران بتاعتها، وكل ما تصب الزيت يتملي والأزازة اتملت، لغايه لما ما فيش تاني اواني راح وقف الزيت. انا عايزه اقول في الحته دي ان الشاب اللي هو خاف على فلوسه قال لا ده انا هخسر، ولا اللي تركوا الشباك ما خسروش حاجه، لكن لما قطعوا كانت مكسب ليهم حلو قوي. طيب عشان ما اخدش الوقت من الشباب الجمال، ابقى دم تقيل قوي لما اخد الوقت كده يعني سوري. عايزين نتكلم بكل استضافه اكتر في شخصيات تانيه. أحب أسمع من جوسينا، تفضلي. بتعجبني كمان شخصية يوسف. لما نبص على يوسف كان مطيع، مع أنه يعني أخواته عملوا معاه كذا موقف مش يعني مش ظريف، لكن كان مطيع جدا لباباه. لما باباه قال له روح شوف إخواتك ودي لهم الأكل دول والأكل ده وشوف إخواتك، طاع وراح. وده اللي الرب كمان وباسم كان بيقول اللي احنا بنطيع الوالدين، بنطيع بابا وماما بطيعهم. فيوسف بينور الحتة دي ليه، اللي هو كان مطيع لبابا وقال له حاضر وهروح، مع ان اخواته كانوا يعني عاملين له بلان اللي هم يقتلوه، لكن هو طاع. كمان لما يوسف راح للقصر طاع صوت الرب، طاع وصية الرب، كمان هرب من الزنا، هرب من الخطية، من الشر. قال كيف أصنع هذا الشر وأخطئ إلى أبي؟
ازاي لله، ازاي ازاي اخطئ لله، ما ينفعش. فسمع وصية الرب وطاع لوصية الرب، لان هو عارف ان ده ما يسرش الرب، ان ده مش اكيد، دي مش حاجة، ده against what God says. فهو هرب من الخطية. فحل ساعات ابليس بيلمع الحاجات قدامنا ويخليها حلوة، فاحنا نضطر ان احنا نكسر صوت الرب، ما نطيعش صوت الرب، مع ان احنا عارفين ايه وصية الرب، لكن علشان ابليس بيحطها قدامنا بفيونكة حمرة كده وحلوة وجميلة، فبضطر اللي انا اكسر كلمة الرب وما طيعهوش، لان في انا شايف ان لا، الطريق ده احسن ليه. لكن يوسف، يوسف ما خلاش الحاجات دي تتحدى، لكن طاع. حتى لو حتى بعد كده ترمى في السجن، يعني لحاجه هو ما عملهاش، برغم ان هو طاع بس ترمى في السجن. دي نقطه هنرجعها تاني، هنرجع تاني لجوستينا، بس بعد الفاصل نطلع بترنيمه مع بعض نستمتع بها مع بعض. علشان انت الحياة والحياة
احبائنا ورجعنا لكم تاني، وموضوعنا لو انت لسه داخل دلوقتي او كنت لسه داخله دلوقتي، موضوع حلقتنا النهارده الطاعه في الرب، الطاعه في الرب. لكن مبسوطه تاني مره بيكم شباب وشابات. كنا بنتكلم في حته في شخصيه يوسف، لو في نقطه تاني تقدري تقولها لنا اتفضلي. كنا بنتكلم عن ازاي يوسف كان يعني الشر ما خلاهوش اللي هو يكسر وصية الرب، مع ان كان كل يوم يعني كان بيتلح على الخطيه وكل يوم كانت موجوده، لكن هو رفض، مع ان كان النهايه اللي هو اترمى في السجن، مع ان هو بريء ما عملش حاجه، لكن برضو كان واثق لما هو هيطيع الرب برضو الرب مش هيسيبه، ان في برضو الرب عنده بلان احلى. الرب لما honors قوي لما احنا بنطيعه، ومش بيignore it، يعني يقول ابني طعني هسيبه بقى، لا he honors it، واخد باله وعارف اللي احنا لما بنطيعه ده. تاني نرجع للنقطة اللي كانت بتقولها out of joy، لفرح. فلو باسم عايز يشارك بحاجة. لا انا عجبني الفكرة اللي اثرتها جوستينا، احنا يعني قعدنا نتكلم فترة عن ناس بتسمع صوت الله فبتطيعه او ما تطيعوش. فاحيانا المشاهد يحس ان ايه ده، صعب قوي اسمع صوت ربنا. لا انا هقول لك حاجة ابسط من كده. الكلام اللي قاله جوستينا، الاية اللي انت بتقراها والوصية اللي بتقراها ومش بتطيعها هي عدم طاعة لصوت الله. مش لازم يطلع لك صوت بالليل يعني احنا بنتخيل عن صوت الله امور غريبه قوي سينمائيه كده، لا وما بيحصلش كده. يعني هو الكلمه اصلا كتاب مقدس لما بقراه بيكلمني، يعني مثلا خلينا عمليني كام ترى عمليه، اما الشوات شبابيه فاهرب منها، دي حقيقه، وانا مقيد تحت قيد معين. بتكلم عشان شباب. طب صوت الله بيقول لي اهرب واتبع بر محبه سلام على الذين يدعون الرب بكل قلب نقي. لو انا مش بطيع الايه دي هو انا مش بطيع صوت الله منتهى البساطه. أيوة. انا كنت مشغول بمثال، ويمكن قلت لكم واحنا بنعد الكلام مع بعض، في سفر اعمال الرسل اصحاح 9 وعدد 10. اعمال الرسل 9 10 بيتكلم عن شخصيه اسمها حنانيا، بيقول كده: وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا، فقال هانذا يا رب. فقال له الرب: قم واذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا ترسوسيا اسمه شاول، لانه هوذا يصلي، وقد راى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا ووضعا يده عليه لكي يبصر. فاجاب حنانيا للرب وقال له: ايه يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم. اطيعك ازاي يا رب؟ اروح له ازاي؟ انا عندي معوق خطير جدا. انا رب نفسي اطيعك، انا تلميذ ليك بشهادة الكتاب، أنا تلميذ ليك وأحبك، بس ما أقدرش أطيعك في أمر زي ده. أروح لشاول؟ ده شاول ده أنا سمعت إن هو عذب الناس في أورشليم، كم من الشهور فعل بقديسك في أورشليم، قديسيك في أورشليم، وهنذا له وهنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار. اذهب علشان أنت هتتمم المشيئة اللي أنا عايزها لاجل شاول. اول ما الرب قال له اذهب، انا بحسس كده ان حنانيا ده اتكسف كده في نفسه، انا اسف، انا 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 نسيت ان انت ليك كل السلطان، انا نسيت انك تقدر تنجيني من شاول، انا نسيت انك تقدر تستخدمني لتغيير شاول. انا مجرد ما انا هطيعك حد هيتغير. يا لو عرفنا كلنا خدام الرب ان طاعتنا للرب تغير الناس، متهيألي عمرنا ما نقول للرب لا. استخدام الرب ليك متوقف على كلمة صغيرة قوي اسمها طاعة. أمين. فيقول كده أن أول ما سمع الكلام ومضى حنانيا عدد 17، دخل البيت وضع عليه يديه وقال: الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصر في الحال وقام واعتمد. رائع. طاعة تسببت فيه تغير حياة شاول من شاول إلى بولس اللي غير حياة نص قارة أوروبا. يس، دي حقيقة. بسبب طاعة تلميذ اسمه
حنان. حنان كمان بشوف الحتة، برجع تاني للحتة اللي جوسينا قالتها الإيمان، بشوف إن حنانيا ده يعني أول ما رب بس قال له ده ليه إناء مختار ليحمل اسمي، على طول صدق قال أيوة أمين أمين يا رب. بعدين بيقول له إيه؟ أيها الأخ يعني ما قالوش أيها المضطهد أيها، لا دخل قال له أيها الأخ، وإحنا إخوة، إخوة الرب، إحنا إخوة الرب. حاجة جميلة قوي الإيمان، يعني عنده ثقة قوي إن الرب فعلا الكلام اللي قاله أنا بصدق في الرب ده، عشان كده أنا هطيعك، أنا هروح، أنت أنا هتبعك حيثما تذهب يا رب، أنا اللي هتقول لي عليه أنا هنفذه. أنت قلت آية جميلة، أما الشهوات الشبابية فأهرب منها. هرجع للحتة بتاعت جوستينا، قصة يوسف بالرغم ان كانت الخطيه بتلحق عليه كل يوم، وده اللي بشوفه من التحديات في الزمن الشباب الايام ديت، في تحديات كتيره قوي، وفي شباب بيواجه الامور دي كتير، لكنه يوسف برغم ان هو شاب وبالرغم ان هو يعني ممكن يتاذي لو هو ما سمعش كلامها، لكن كل يوم كانت الخطيه دي بتلح، يعني كل يوم خلاص بقى هو محدش شايفني، هو رب فوق يبقى بس يعني هو شايفني، لا خلاص بقى. لكن حقيقة قال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ لله، لله إلا الله ده اللي شايفني، اللي أنا ما أقدرش أكسر له أي وصية. والآية اللي حضرتك بتقولها يا باسم، أما الشهوات الشبابية اللي هو في تيموثاوس الثانية 2:22، تيموثاوس الثانية لما بولس الرسول بيقولها لشاب صغير، تيموثاوس اهرب، انفد بجلدك، يعني حاول تنفد بجلدك، اهرب. والهروب احبائي دي قوة مش ضعف، لكن ضد الخطية دي قوة. لكن كمان في آية بتعجبني قوي، بيقول كده بما يزكي الشاب طريقه بإيه؟ بحفظ إياه حسب كلامك، ده في مزمور 119 عدد 9، بحفظ كلام الرب. قد إيه أحبائي شباب وشابات حتى كبار، بس إحنا عشان الحلقة دي حلقة شباب فإحنا بنخاطب الشباب النهاردة وبنقول كده، هتزكي نفسك بإيه؟ بحفظ كلمة الله في حياتك. يقول خبأت كلامك يا رب، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، ده أنت كلامك فوق راسي من فوق، أوامرك يا سيدي يا تاج راسي من فوق. إزاي؟ إزاي؟ إزاي يا رب اللي أنا مش هطيعك؟ إزاي يا رب اللي أنا أكسر وصية من وصاياك؟ زي ما أنت قلت باسم، بنطيع بابا وماما صح؟ أكيد بنطيع بابا وماما، والرب نفسه قال اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. أكرمهم بإيه؟ بالطاعة. وأنا عشان أكرم الرب بكل سرور اللي اتفقنا عليها مع كارين وصالي، بكل سرور اللي أنا أكرمه بحفظ وصاياه، أكرمه بطاعتي ليه، وهو يستاهل ويستحق. هنرجع لصالي، اتفضل. I wanted to talk about David because David is, he's very interesting in the Bible and everybody loves David. David is everybody's favorite character. But David made so many mistakes, a lot of mistakes. And the difference is when David made mistakes, he stayed in obedience with God. So even though David, you know, did the wrong things and he sinned, every year of his life, it seemed like there was a new sin that he had to recover from. But because he stayed in obedience with God, God still blessed him and God was on his side. Now we think of David as one of the best kings that has ever lived in the history of Israel. He's the king we all talk about when we talk about the Bible. He's the guy, his name is all over the Bible, David this, David that. But even though he made mistakes and he stayed in obedience, for example, let me give you an example. He wanted to build the temple of God. God didn't want him to because of how he lived his life, how he went to war and his lifestyle. And he told him, I want your son to build the temple, Solomon. David, this was his dream. This is what he wanted to do since the beginning, is to create a dwelling place for God.
Because David also wrote that there's only one thing he wants in his life. And that one thing is to be in the house of the Lord forever. So how amazing would it be for David to actually build that house? But God told him no. And he didn't. He didn't. Solomon built the house, but David listened in obedience. He stayed in obedience. Even though he made all of those mistakes, he dwelt in the house of the Lord while he was in obedience. And because of that, we're talking about him right now. نقطة جميلة قوي قوي. بالرغم ان هو قال له لابنه هو اللي هيبني البيت، لكنه أطاع، ما قالوش ايه ده انت ليه مش معنى يعني، لكن عنده طاعة. وفي نفس الوقت الرب باركه قوي، وهنيجي في حتة مهمة قوي عن بركات الطاعة، بس دي في الاخر الرب يدينا وقت نقدر نقولها مع بعض. لكن كمان بيقول وجدت داود ابن يسى حسب قلبي الرب. حسب كده هو عمل مستيك حقيقي، هو عمل بيج مستيك، ودايما احنا نعلق عليه قوي ودايما نتكلم. احنا كلنا بنعمل مستيك، بس قد ايه الرب رحيم، وقد ايه قلب الرب مليان رحمه، فاتح احضانه ليكي، فاتح احضانه ليك. ايوه بنعمل غلط لكنه الرب رحيم وغفور. لكن في نفس الوقت ما تمدش، لكنه بكى داود على خطيته اللي عملها، بكى وتاب. والتوبة أحبائي دي محبة جميلة أو للرب. لما تتوبي ولما تتوب دي أكبر طاعة للرب. ويقول كده يا ابني أعطيني قلبك، هو الرب عايز بس قلبك وقلبك. طيب هنرجع لكارين، تفضلي. عندي حاجة تانية عن إبراهيم. فتكوين 22 عدد واحد، ده ربنا بيكلم إبراهيم. دلوقتي إبراهيم عنده ابنه إسحاق وربنا بيكلمه. فأنا ممكن أقرأ الإنجليش تاني وممكن تقري العربي بعد كده. بيقول Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him Abraham, and he said Here I am. Then he said Take now your son and your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering in one of the mountains of which I shall tell you. دف تكوين 22 عدد 1 و 2. المورية واصعدوا هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. يا ده ربنا بيقول لإبراهيم، يعني بيقول له أنا عايزك تقتل ابنك عشاني. وهنا في الكتاب في الفيرجن ده بيقول your only son، فلو حتى يعني حتى ربنا قال له انا عارف انه ده ابنك الوحيد، بس ده اللي انا بقول لك تعمله. وبعد كده ربنا كان بيشوف ابراهيم هيعمل ايه. وبعد كده بنشوف بعديها انه ابراهيم ما سالش ربنا انت متاكد ده ابني الوحيد. انا قعدت يعني انا عشت كتير قوي من غير اولاد، واول ما تديني ولد انت عايزني اقتله واديه لك تاني. يعني انت بتاخد ابني. وبعد كده بنشوف انه ربنا سمع كلام ابراهيم، سمع كلام ربنا وقطع وراح للمكان. وبعد كده اول ما حط ابنه على المسبحه، المسبح شاف انه كان في ذبيحه. يعني سمع كلام ربنا وصدق في ربنا، وربنا كان معاه فعلا وما قتلش ابنه. بس نجح في الامتحان. بس يعني صعب قوي انه ابراهيم يعني عايش حياته كلها، كل شويه ربنا بيديله حاجه وبعد كده يقول له اوكي دلوقتي اديهاني وهيشوف هيعملها ولا لا. بس ابراهيم على طول كان بينجح وبيصدق في ربنا. قال له اخرج، نجح. قال له هات واداله وبرضه نجح.
نجح في امتحان الطاعة ده بيعلمنا حاجات حلوة قوي حقيقي. ساعات الرب بيقول لنا باسم هات هات، وساعات يقول لنا ايه اخرج. الامور دي مش صعبة، بنشوفها صعبة شوية، هات. بص انا شايفها صعبة، بس هو كارن قالت حاجة مهمة قوي اقف عندها، الثقة في شخص الله. يعني الطاعة كلها متوقفة على الثقة في الشخص. فلو أنا بثق في أبويا هطيعه، لو أنا بثق في حد هطيعه. لكن لو أنا أصلا ما عنديش ثقة في الله إن هو عايز الأفضل ليا وإن هو ضامن المستقبل بتاعي، أنا هبقى قلقان منه ومش هديله أي طاعة. أنا بيعجبني قوي في إبراهيم حاجة، إن هو أطاع وجهز كل الأمور، يعني شد على الحمار الحطب وخلاص ومجهز كل حاجة والسكينة في إيده، كان ريدي جدا. بس هو من جواه، أنا ده أعتقد ومش موجود في الكتاب بس أنا أعتقد كده، إن من جواه إن الله يوجد حل. فأحيانا كتير قوي قدامك تحدي، رب أنا عشان أطيعك الموضوع هيبقى صعب قوي، مالكش دعوة أطيع وهو هيتكفل بالحل. هو هيرى الذبيحة، كان دايما يقول لإسحاق كده، الله يقول له الله يرى يا ابني ذبيحة. فإن كان الطاعة تحدي طيع وسيب الله هو اللي يكمل، سيب الله هو اللي يكمل. رائع قوي. يعني ساعات الرب بيقول لنفوس كده لشباب أو شابات، يقول له ممكن تترك المجموعة دي، الجروب ده اللي بيعطلك. هو القصده، هو مش قصده هو يخليه منفرد، لكنه الرب قصده ان هي اللي انت حضرتك تتركي الجروب. ممكن يكون جروب انا ما اعرفش، لكن ممكن يكون الرب يقول لك كده، ممكن تتركي الجروب ده، ده بيعطلك في الروح. ممكن لو سمحت ممكن تترك الانترنت ده شويه، ده بيعطلك في الروح. لا انا بحب الحاجه دي. قال له الحاجه الغاليه المحبوبه، ابنك اللي بتحبه، اللي هو الوحيد اللي انت بتحبه، هاته هاته. قال له حاضر يا رب خد. وده ايمان بحب. الحب انا بحبه بحبه بحب الله، فانا عشان بحبه انا بطيعه. انا انت الغالي يا رب، واكيد مش هتأذيني، اكيد انت هتقيمه، وانا عندي ايمان اللي انت هتقدر تقومه تاني من جديد. والرب كمان عنده مفاجأة ليكي حلوة قوي، وعنده مفاجأة ليك حلوة قوي. عندما تطيع صوت الرب، الرب ممكن يقولك هات هات الغالي. يا رب أنا بحب الحاجة دي، أنا بحبك وبطيعك في كل حاجة، بس معلش الحاجة دي هات الغالي، هات الغالي. وشوف الرب قد إيه، أنا هباركك وهباركك وعوض لك تعويض خاص وهتشوفه. أصل الرب دايما في صفي، الرب دايما في مصلحتي، دايما بيحب مصلحتك. طيب هنيجي بسرعة، هنيجي بسرعة في سؤال بسرعة، لأن الوقت بيجري بينا. الحلقة جميلة جدا والكلمات مشجعة قوي، لكن دايما الوقت الحلو بيجري قوي بيجري قوي. أحيانا لا أحيا حياة الطاعة. في تحديات الحالية اللي احنا فيها في العالم الوسط اللي احنا فيه دوت، يا ترى ايه هي؟ بص احنا كان في مثل اتربينا عليه في مصر، وللاسف المثل ده انا معرفش هو يعني ليه دخل حياتنا بالطريقه دي وتغلغل فيها. المثل بيقول كده، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. فدايما انا بحس كده ان موضوع الطاعه ده احيانا بيكون عائق قدامه المثل ده والحياه والتراديشن اللي احنا طلعنا عليها. فانا مش عايز اطيع الرب لان انا مرتاح في المكان اللي انا فيه، فاللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش. فرب عايز يدخلني مكان جديد، عايز يدخلني عمق جديد، عايز نعمل حاجه جديده في خدمته. بس انا اللي هو بيسموها في المجتمع بتاعنا الموجود في امريكا الكومفورت زون. فانا يا ام فيري كومفورت في الاريا دي، فانا مش عايز اتحرك. فانا اعتقد ان ده احيانا بيبقى من معوقات الطاعة. أنا مش هطيعك لأن أنا مرتاح في المكان ده، أنا مش قادر. الحاجة التانية بحس إن فيها التكبر، لا أنا عارف مصلحتي. دي مهمة قوي على فكرة. باسم أنت لازم تعمل كذا كذا كذا، طيعة، بس أنا عارف أنا بعمل إيه، أنا واخد بالي كويس. حتة من الكبرياء، أنا عارف مصلحتي. عدم طاعتي دي بتبقى حتة في كبرياء. بالظبط، ما هو ده الكتاب بيسميه تكبر القلب. عندي قلب متكبر،
أنا شايف إن أنا فاهم، وأنا شايف إن أنا عارف، لدرجة إن أحيانا الشخصيات دي، مش عايز أقول الشخصيات دي، وإحنا أحيانا بنبقى منهم، بنتعالى ونتكبر على وصايا الله وعلى كلمة الله. فكلمة الله مثلا تقول للشباب إيه؟ لا شركة للنور مع الظلمة، ومفيش شركة للمسيح مع بلعال، ولازم تترك العلاقة اللي مش كويسة دي. فتقول يا رب لا أنا عارف، أنا بجيبهم للمسيح. لا يا رب أنا عارف، أنا هعرف أحمي نفسي في الوقت المناسب. حبيبي كلامي بيقول كده، من فضلك طيع. فأحيانا كتير تكبر بتاعي وإحساسي بذاتي بيبقى عائق من عوائق. عشان كده الناس اللي عندها أمر التكبر ده بتطيع في حالة واحدة بس، لما تخسر كل إمكانياتها. أول ما يحس إن هو ليس فينا قوة ولا نعلم ماذا نعمل، يسلم له شفاط خلاص، يسلم. أنا بقى نويت أطيع دلوقتي. طب ليه مش بتطيع وعندك إمكانيات؟ ليه بتطيع لما تلاقي نفسك فاضي على الآخر؟ هو دي مشكلة من المشاكل. سيب بقى بقية الشباب يشاركونا بالباقي. أوكي، أحب أسمع منكم. تفضلي كارين. زي ما باسم بيقولوا، زي ما أنا قلت قبل كده، أنا بحب أعرف أنا هعمل إيه في المستقبل. فمثلا لو أنا مكان إبراهيم وربنا قال لي روحي وأنا مش عارفة أنا رايحة فين وهيبقى عامل إزاي، طب أجيب لبس شكله إيه، مش هروح. وساعات بحس إنه أنا مش هروح، أو هقول إنه ده مش ربنا، عشان أشك ويمكن أبقى حاسة إنه يمكن ربنا، بس هفضل أفكر لا مش ربنا، ده بس أنا عايز أعمل كده، بس مش هعمل كده، أو لا ده إبليس، لأن أنا عارفة إنه أنا أحسن هنا، فأنا ليه أمشي؟ أنا مبسوطة هنا، أنا ربنا إداني خدمة هنا، ربنا إداني أصحاب هنا، يبقى ربنا ما قاليش أمشي من هنا. فساعات بشك، وساعات بحس انه لو ربنا اداني الحاجه دي يبقى مش هيقول لي امشي. يعني عايزه تقولي ان انا برضي نفسي وبرضي ذاتي وببقى ارادتي انا، لكن مشيئه الرب يعني حقيقي مش بطلب مشيئه الرب. يعني احيانا كده انا شايفه ان مشيئتي انا جميله، مستريح كده، يعني انا مستريحه كده. طيب احنا هنيجي برضو للتحديات الثانيه، يعني احب اسمعها من جوستينا او صالي. Go ahead, Sally. Another obstacle is it seems like no one is doing it around you. It seems like almost no one around you is obeying God. Even people at your church, sometimes even your leaders, you see, and it's very yes. hard to see your leaders obey God. So how do you obey God? And especially as a teenager or someone in high school, when you're one of the only Christians in your high school and you have 2,000 people around you and none of them are Christian, and everyone is going to a party after school or going to do drugs or doing this or do that, it's very hard for you to obey God. Exactly. It's the peer pressure. And it's not just for teenagers, it's also for adults, it's for older people, it's everyone. It's hard to obey God when no one is doing it around you. دي تحديات كبيرة قوي فعلا على الشباب. أحب أسمع من جوسي، تفضلي. بشوف إن ممكن تكون واحدة من التحديات اللي أنا مش مدي مساحة كفاية للرب يشتغل جوايا، فأنا مش عارف أميز صوته، مش عارف يبقى عندي إيمان فيه، فعلشان مش مديله مساحة أو مش بقعد كفاية عند الرب، فأنا مش عارف أطيعه ومش عارف ايه الصح وايه الغلط، لاني مشغول، لان الحياه بيزي، لاني انا ورايا ده ورايا ده، فمش مدي الرب مساحه، فبيبقى صعب عليا ان انا اطيع، لان انا مش عارف اساسا اطيعه في ايه وهو عاوز يكلمني في ايه، فببقى زي كاني تايه. فدي واحده من اكبر الحاجات، لاني في ايامنا دلوقتي كل واحد اللي عنده شغل ومدرسه وبيت وده وده وعندي ده وعندي ده، فانا مش مدي مساحه للرب، فده يعطلني ان انا اكون بطيعه. مهم قوي، لاني لما بطيع الرب كمان بنمو في الروح، ولما بقرب من الرب بنمو مع الرب وبكبر مع الرب. طب احنا سمعنا كده، لكن عايزين بقى سؤال بسرعة، هل تعطي موقف هي موقف ام سلوك مستمر؟ احب نسمع. بس انا اعتقد
ان طاعتي للرب هي لايف ستايل زي ما بيقولوا، اللي هو سلوك او طريقه حياه. لان احنا لما بنسميها الطاعه مش بنقول صفه جميله، لا بنقول حياه الطاعه. حياه. فهي الطاعه هي حياه، انا بسلك بالطاعه، فكل سلوكي بيبقى بالطاعه. يعني ايه سلوكي بالطاعه؟ علشان الدنيا تبقى بسيطه للناس وتتخيل الكلام معانا. سلوكي بالطاعه يعني لما بقف في موقف ويكون قدامي اختيارات كتير، بطيع الكلمة وطيع ما يتوافق مع كلمة الله. مثلا كلمة الله تقول لي كل الأشياء تحل لي ولكن ليست كل الأشياء توافق. فأنا بحكم على الأمور وأنا ماشي في حياتي بحسب كلمة الله، وده المقياس بتاعي. فهو دي الحياة اللي أنا بحياها. فده يخليني إن أنا مش بحسب موقف معين أنا بطيع وفي الموقف ده ما قطعتش. لا، اللي واخد قرار انه يطيع الله والله هو رقم واحد، وواثق يا رب ان انت عامل لي خطه لكي اسلك فيها زي ما بيقول في افسس 2، خلاص انا كده هقدر اعيش حياه اسمها حياه الطاعه. فانا اعتقد الطاعه هي حياه، بنسميها بالانجلش لايف ستايل. لايف ستايل. انا مطالب كمؤمن ان انا اسلك فيها. اعيشها ازاي بقى في المجتمع بتاعي، في اللايف بتاعي ده اعيشها ازاي؟ بص انا بيعجبني موقف في ثلاث مواقف، هما ثلاث مواقف ورا بعض. تعالوا نتخيل مع بعض كده لو تفتكروا معايا، التلاميذ عند اشباع الجموع، اشباع ال 5000، معجزه اشباع الجموع. الرب قال لهم الناس تعبت وجعانه، هات لهم اكل. فقال لهم هات لهم، قالوا له نجيب لهم اكل بقد ايه؟ راح طلع اندراوس قال له طب في ولد صغير معاه 5 خبزات وسمكتين بس، وهما برضو بيقولوا الكلمتين دول، وده ياكل ايه؟ فانا اعتقد ان الطاعه انا ممكن اعيشها بالتدريج. وده اللي حصل مع التلاميذ. اول مره اعترضوا على كلام الرب يسوع، ما كانوش مصدقين ان ال5 خبزات والسمكتين ممكن تاكل الجموع، لكن لما سمعوا كلامه وابتدوا يوزعوا لقوا ان الاكل بيكتر. لما لموا الكسر لقوا ان 12 أفة. لا ده في الطاعه بركه. لا ده ده في بقى حاجه اسمها طاعه، احنا لازم نصدق واحنا مغمضين. فلما جه بعد كده ابتدى يقول لهم روحوا، وهو داخل اورشليم، هاتوا جحش هتلاقوه مربوط في المكان الفلاني، وهتقابلوا واحد قولوا الرب محتاجه. طبعا اي واحد عاقل هروح اسرق جحش من واحد وهيقول لي ايه فكره يعني؟ راحوا دايركت وخدوا الجحش. بعد كده بعد شويه قال لهم ايه؟ روحوا للمكان بتاع العليه وقولوا للست اللي هناك جهزي العليه عشان الرب هياخد الفصح هناك. انا برضو لو انا مش بطيع هاخد، لكن ما خدوش وده معاه، ابتدوا يتحركوا دايركت على العليه وقالوا لها الرب محتاج المكان علشان اللي شهوه انه ياخد الفصح في المكان ده. فهو في الاول احيانا الطاعه بتبقى صعبه، مش عايزين نقول مثاليات، لكن مع التدريب. وهم تلاميذ. هم تلاميذ. الأول كانوا معترضين وعندهمش طاعة في إشباع الجموع، شوية عند الجحش ابن أتان راحوا على طول، بعد شوية كطاعة أكتر في تجهيز العلية للفصح. فما نقلقش. ما نقلقش لو أنا مش بادي أعيش حياة الطاعة، لا. اتدرب، اتدرب مع الرب، اسمع كلمة مرة، اعترض مرة على تعليم، ناقش حد، ارجع طيع. تريننج مع الرب. بالظبط، يعني بالتدريج هلاقي نفسي خلاص زي ما بيقولوا باي ديفولت انا بقى اطيع الرب، عايش حياه الطاعه. ده بيخدني لحته مهمه قوي جوستينا قالتها، اللي هو قرب من الرب وعلاقتي بالرب. ده بيساعدني ان انا اتدرب على سماع وطاعه الرب. كمان يعني بشوف اني مش بس كده، لكني هطيعه وانا مغمض عيني زي ما انت بتقول. انا هطيعه، مش هبلغي تفكيري، ولا ربنا مش قصده كمان، يعني الرب مش قصده اللي انا يلغي ارادتي، لكنه بيحترم ارادتي قوي ومش بيلوي دراعي، بدليل اني سايب اشرار بره. ما قالش ايه ده انا هقتلهم مثلا، سايب ناس مثلا شيوعيين، سايب ناس ما بتؤمنش بربنا، لكن برغم كده هو سايبهم. يعني هو مديهم فرصه بكل احترام، بيحترم ارادتهم قوي وبيحترم ارادتك قوي، ولكنه بيعرف قوي مصلحتك فين
ويعرف قوي مصلحتك فين. عشان كده هم كانوا بيطيعوا الرب، اه رب انت باركت الجموع فعلا. عشان كده لما تقولي على اي حاجة انا هطيعك، انا هروح لاني انا واثق في كلامك انك اله امين واله عمرك ما هتغرقني ابدا ومش هخاف ابدا. ده بشوفه في حتة جزئية مهمة قوي عن يوسف النجار. يوسف النجار لما قال له ما تخافش اللي انت تاخد مريم امرأة ليك، جه الملاك وقال له كده. هو كان مكتوب عنه يوسف البار، شخص هادي قوي، شخص بار، شخص يعني محدش بيسمع له صوت. حتى بالرغم كده قال انا كمان مش هشهرها، يعني بمعنى اصح انا ما بحبش اتكلم كتير وفي نفس الوقت انا بحب كل حاجه كده هاديه وانا مش هفضحها، لانه كان بار. لكن بالحقيقه هي اللي هي حامل فيه بالروح القدس. فجي الملاك طمنه على طول، صدق على طول، سمع الكلام وخد مريم القديسه العذراء مريم. بشوف القديسه العذراء مريم طاعه لانها اتدربت في بيت ابوها وامها، كانت مطيعه قوي، كان عندها 12 سنة وكانت تروح الهيكل وزي كأنها تنظف وتتحمل الألم، وتدربت على الطاعة للكبير وللصغير. وده بياخدني في حتة مهمة قوي، قد إيه فعلا لما أتدرب عن الطاعة، لأن الطاعة مهمة جدا للوالدين. الطاعة اللي انت قلتها صالي للخادم بتاعي، ولا سيما في السن الهاي سكول، في السن الجامعة، مهمة قوي اللي أنا أكون باخد مشورتهم، لأن مشورتهم دي من كلمة الرب. وكلمة الرب اللي قال عليها باسم هي الكلمة نفسها، هي ده الحق الكتابي اللي أنا أسمع صوت الرب من خلال الكتاب المقدس، يديني أسمعه من خلال كلمة الله وأطيعها. ده بشوف القديسة العذراء المطوبة، القديسة العذراء مريم سمعت، قالت بسرعة كده وبكل ترحيب، بكل ترحيب، فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. بعدين بعد التحية دي قالت بقى إيه، ليكن ليك قولك. أنت قلت اللي مولود منك ده يدعى يسوع وده بالروح القدس، ليكن، قالت له ايه، ليكن ليك قولك. وبعدين لما راحت وخلصت بقى وكده وراحت لأصابات في حتة كده جزئية مهمة، قالت كده وتبتهج روحي بالله مخلصي، وتبتهج روحي بالله مخلصي، طاعة وتسبيح كمان للرب. لكن كمان لما راحت ذهبت الى مدينه يهوذا، وانا بشوف مدينه يهوذا تشير للتسبيح، حياه التسبيح، حياه التسبيح والتهليل للرب. فقالت مريم تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. كانت واحده شابه صغيره ولكنها يعني طاعت كلمه الله، طاعت صوت الله، وفي نفس الوقت امتلأت فرح وتسبيح. يا جماعة، يا بنات، يا شباب، لما نقعد قدام الرب هننمو، وفي نفس الوقت أقدر أطيعه، وفي نفس الوقت هيخرج مني روح تسبيح وتهليل للرب، بدل ما أنا بضيع وقتي في أمور لا طليق. لكن الرب يدخلني في عمق جديد معاه واتغير إلى تلك الصورة عينها، وأكون فعلا حسب ما هو يقولي، حسب موجب أمر الرب، هطيعه في كل صغيرة وهطيعه في كل كبيرة. الوقت بياخدنا وأنا أسف خالص، لكن في حاجة مهمة قوي اللي هي إزاي نتعلم الطاعة. إحنا قدامنا مثلا تقريبا 6 مرات، ازاي نتعلم الطاعة؟ اتعلمها ازاي؟ احنا هندوس في الحتة دي شوية. الشباب we learn to obey by learning what we need to obey. If we learn what the Bible has to say about obedience, if we learn what God wants us to obey, if we learn what His will is for us,
That is how we will learn to obey. Mm-hmm. Like anything, like a sport, like any hobby, you have to practice. Mm-hmm. Practice every day. Amen. So when you start your day, you try to remember, what did I read last night mm-hmm. in the Bible? Mm-hmm. What am I going to practice today? أشتر في كلمة الله. Exactly. أنهج في كلمة الله. رائع قوي. أحب أسمع من كارنتو. يعني لما بتقعد مع حد كتير بتعرف هو عايز ايه بتعرف هو بيحتاج ايه وبيحب ايه بتفهميه وبتفهمه بالظبط فنفس الحاجه مع ربنا لما بنقعد مع ربنا كتير بنفهم ربنا اكتر وبنعرفه اكتر بنعرف بيحب ايه ومش بيحب ايه وهو عايز ايه فساعتها هنعرف مشيئته وهنعرف ان هو عايزنا نعمل حاجه معينه وهتحسي بعد كده ان انت بتعي كده يعني فجاه بس عشان انت بتقعدي معاه كتير قوي ويعني زي اصحابك بتقعدي معاهم كتير بالظبط بتقعدي معاهم كتير وبتعرفي هم عايزين ايه جوستينا عايزه بس اعرف رساله بطرس الاولى واصحاح 1 وعدد 14 بتقول كأولاد الطاعة لا تشكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم يعني أنا كأولاد الطاعة اللي هو إحنا ما نشكلش الحاجات شهواتنا السابقة فلما أنا علشان أقدر أمارس الطاعة لازم أخرج عن زي ما باسم كان بيقول الكومفورت زون والحاجات الوحشة والأركان الضعيفة وابدا اسمع صوت الرب بطريقه كلير واقعد معاه وادي له مساحه ويبقى عندي شهوات اللي انا اعمل كده ما هي لازم تبدا باللي انا عندي ديزاير فعشان يبقى عندي ديزاير لازم اسيب الاركان الضعيفه والشهوات السابقه كاولاد طاعه واسمع لصوته اوكي احنا قدامنا بالظبط 2 مينيت واحب اسمع يعني في ثواني بركات الطاعة واحنا بقى شعب بيحب البركات حاجة صغيرة بس تفضل. عن ازاي اطيع في كلمة الله صالح حلوة قوي لما كان بيتكلم عن شعب اسرائيل احنا بنسميهم لفيف ما اعرفش لفيف ايه بالانجلش يعني اللفيف اللي بيقول عنه في الكتاب المقدس في سفر الخروج انهم طلعوا مع شعب الله الناس دي معشرات رضية فاللي كان بيعملوه ايه وحصل ده في سفر العدد كذا مرة بيتزمروا فلما يتزمروا الشعب بيتعدي لما ما يطعوش الشعب يتعدي فانا عايز اقول ان عدم الطاعه معديه فعايز اتعلم الطاعه امشي مع ناس بتطيع احرص على شركه المؤمنين الشباب الصغير خلي الشله بتاعتك هم مؤمنين خلي الجماعه اللي بتمشي معاهم هم مؤمنين لو انت دي نوعيه الناس اللي انت عايش معاهم مش هتقول الرب على حاجه لا هتقول له حاضر يا رب انا اطيع وصاياك اللفيف عمل مشكله كبيره قوي ان عدم الطاعه معديه المعاشرات الرضيه المعاشرات الرضيه بتفسد الاخلاق بالزبط. الجيده وبتعطلني زي ما اتفقنا كلنا بركات الطاعه بمنتهى البساطه انا شايف ان اكبر بركه فيها ان انا بمشي في الطريق اللي الرب رسمه لي يس ده اللي انا عايزه انا عايز ايه غير ان انا مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه سبق الله فعدها لكي نسلك انا مش عارف اسلك فيها لان انا مش بطيع هو رسم الطريق وعم يديه الخطه وخطه صالحه ومرضيه وكامله بيقول لي امشي فيها انا اللي بقول له لا مش هطيع طيع خد البركه دي انك تسلك في المشيئه بركه حقيقيه انك تسلك في المشيئه احب اسمع اتفضلوا بسرعه في ثواني the biggest blessing so what are you saying about obedience of God it's not always the good life but it's always the right life that God has for you and that is the biggest blessing in anyone's life دي فعلا امين good بركه من البركات ان انت انت عارفه ان انت ماشيه حسب خطه ربنا فانت ماشيه برضو حسب الخطه ان انت كل حاجه بتعمليها انت بتعمليها لربنا فانت لما بتسمعي كلام ربنا الناس بتشوف ربنا فيكي ودي اعظم بركه اللي احنا نجيب ثمر حاجه جميله قوي اتفضلي زي ما كل الشباب قالوا باسم كمان بركة اللي أنا بدي مساحة للرب في حياتي وده كمان بيخليني أكبر معاه أكتر رائع ودي بركة كبيرة جدا اللي احنا نكون بنطيع الرب لكن أصلي من كل قلبي
انك تسمع صوت الرب وانك تطيعه وايضا ننمو في الايمان والشركه معاه. وزي ما موضوعنا النهارده او زي اسم البرنامج درجه التغيير، تكون حياتنا بتتغير من تلك الصوره لتلك الصوره عينها. الرب عايزنا دايما تكون حياتنا مثمره ونكون فعلا نور وملح زي ما قالت كارين في الحته الجميله، اللي احنا نكون مثمرين. وده اعظم بركه اللي احنا نكون نقدم يسوع في حياتنا للاخرين. هو رب باركنا وكمان نبارك بالاخرين. كنت سعيده جدا بوجودك باسم وصالي القسيس صالي، بجد مبسوطه جدا وسعيده جدا ان رب يستخدمك باستر صالي في اني وير. وجاد بلس وقلاط. وايضا كارين اشكرك، وجوستينا الرب يباركك ويستخدمك في كل مكان. احبائنا نشوفكم في حلقه اخرى، والى اللقاء في حلقه اخرى من برنامجكم درجة تغيير. اتكلم ربي واعلن مجدك، افتح سماك قوي ايماني بحلمك املاني، وساعدني اطيع لما اسمع واعمل رضاك. عايز اسمع صوتك واصلي مشيئتك وكلام من ملكوتك. عايز اسمع صوتك واشوفك ربي، تلمسني بقوة روحك وتكمل ضعفي، وأكون نور يعلن للعالم جودك. باجي وأتوب بدم المصلوب، غطيني واستر اسمي وذنبي، أنا ندمان جاي استناك، عايز أمشي وراك وصياد محبة وخير وسلام رحمة وغفران. عايز اسمع صوتك واصلي مشيئتك وكلام من ملكوتك. عايز اسمع صوتك واشوفك ربي، تلمسني بقوة روحك وتكمل ضعفي، واكون نور يعلن للعالم جودك. عايز اسمع صوتك واصلي مشيئتك وكلام من ملكوتك. أشوفك ربي، تلمسني بقوة روحك وتكمل ضعفي، وأكون نور يعلن للعالم جودك. عارف انك جنبي، وبالايمان هتشق البحر وتعديني. يا قوتي حزني وصخرتي، انت خلاصي وفي كلامك نصرتي. عايز اسمع صوتك واصلي مشيئتك وكلام من ملكوتك. عايز اسمع صوتك واشوفك ربي، تلمسني بقوة روحك وتكمل ضعفي، واكون نور يعلن للعالم جودك. عايز اسمع صوتك، عايز اسمع صوتك واشوفك ربي، تلمسني بقوة روحك وتكمل ضعفي، واكون نور يعلن للعالم نورك. عايز اسمع صوتك واصلي مشيتك وكلام من ملكوتك. عايز
عايز اسمع صوتك واشوفك ربي تلمسني بقوه روحك وتكمل ضعفي واكون نور يعني للعالم جودك عايز اسمع صوتك. في كتير طرق وسط الحياه كانوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح، أصل المسيح